مقطعنا هذا سوف أشارككم جميع تسريبات يوم الاثنين القادم الرسمية والمضمونة 100% إن شاء الله. كالعادة اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس للوصول إلى 60,000 مشترك في هذه القناة، وصلوا على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وادعوا لإخواننا في فلسطين. أما الآن يا إخواني الكرام سوف ننتقل في تفاصيل مقطعنا حتى يكون المقطع طويل بطبيعة الحال. سوف نبدأ بأول تجديد يكون له يوم الاثنين، وهي بعض الأحداث التي يكون لها تجديد يوم الاثنين. أول حدث كما تعلمون سوف يكون له تجديد هو سبانيش كوب، هذا الحدث الذي نحصل من خلاله على بطاقة مهارات اللاعبين. ثم الحدث الأخير هو سبانيش كوب الخاص بثلاث بطاقات خاصة بمهارات اللاعبين زائد 50 كوينز. هذه كل الأحداث التي يكون لها تجديد يوم الاثنين. أما بالنسبة لباقي الأحداث يكون لها تجديد يوم الخميس القادم إن شاء الله. أما الآن سوف ننتقل إلى الهدايا رسميا يا إخواني الكرام. ليس هناك أي هدايا من شركة كونامي يوم الاثنين، ولكن يا إخواني الكرام يوم الخميس القادم سوف يكون تحديث أسطوري مليء بالهدايا مليء بالإضافات. سوف أترك لكم مقطع سوف أسرب فيه كل هذه الإضافات إن شاء الله، لذلك اشترك في القناة لتكون أنت الأول في التعرف على كل هذه الإضافات الأسطورية والمضمونة إن شاء الله. أما الآن سوف ننتقل إلى باكج الإيبيك بميزة بوستر الجديد الذي سوف يكون حاضر معنا يوم الاثنين القادم. ما كان هذا الباكج كما تعلمون تبقى يومين وثمانية ساعات. المهم سوف أشارككم لاعبي الهايلايت، ثم سوف ننتقل إلى يعني نسخ الإيبيك. أول لاعب ورينوتو في مركز سيم إف بليفل 7 واتسون، ثم اللاعب التالي وفراتيسي في مركز سيم إف بليفل 8 واتسون داخل التشكيلة، عدلي في مركز أي إم إف بليفل 6 واتسون داخل التشكيلة، ثم إدرسون في مركز سيم إف بليفل 6 واتسون إن شاء الله، سمار ديك في مركز اي ام اف بليفل 7 واتسون، ثم اللاعب التالي وميكيني في مركز سي ام اف بليفل 7 واتسون. واقوى نسخه هايلايت داخل هذا الباكج وهو فرانك زامبو انغويسا في مركز سي ام اف، اتوقع هذه النسخه 9 واتسون داخل التشكيله. بالنسبه للنسخ الايبيك بميزه بوستر الجديده التي سوف تكون داخل هذا الباكج، اول لاعب هو سيرجينو في مركز سي ام اف بليفل 101 داخل التشكيله، ثم اللاعب التالي وبيرلو في مركز دي ام اف بليفل 102 داخل التشكيله، واخر لاعبي هذا الباكج وهو خوليت في مركز اي اف بليفل 102 داخل التشكيلة. هذا هو مقطعنا لهذا اليوم، ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.